الاتحاد السوفيتي كان يعتبر الصين العدو رقم واحد في العالم. الاتحاد السوفيتي دولة شيوعية والصين دولة شيوعية، وبالتالي المنطقي ان هما حلفاء. امريكا دولة رأسمالية، يبقى اذا بالنسبة للاتحاد السوفيتي مين اكبر عدو؟ امريكا. انما هناك تقديرات فكرية انه مش امريكا، وانما كان الاتحاد السوفيتي بيعتبر انه الاتحاد السوفيتي يعتبر ان الصين هي العدو رقم واحد، مش امريكا هي العدو رقم واحد. الصين حضراتكم قعدت فترة كده قرن 18 19 عندها مشاكل كتير قوي، تخلف اقتصادي واضح، وضع اجتماعي صعب جدا، كل الاجانب لهم نفوذ في الصين، كانت مرتع للاجانب، كل الدول الأوروبية تقريبا كان لها نفوذ في الصين. وبعد كده حصل نفوذ روسي قوي قبل الاتحاد السوفيتي، أيام روسيا القيصرية كان في نفوذ روسي قوي في الصين، نفوذ بريطاني قوي في الصين في حرب الأفيون الشهيرة، اللي هو بريطانيا شنت حرب على الصين عشان تجبرها على استيراد الأفيون، رغم أن الصين أوقفت استيراد الأفيون، ومع ذلك أجبرت بموجب حرب بريطانية عليها أنها تستورد الأفيون. كان في إهانة للأداء العام أو الأداء السياسي للنخبة الصينية الحاكمة في ذلك الوقت. كان في نفوذ ياباني واحتلال ياباني لأجزاء واسعة من الصين. كان في نفوذ روسي، وبناء على ذلك كان في معاهدة اسمها معاهدة 1858. المعاهدة ديت بين الروس وبين الصينيين، والطريف في المعاهدة ديت إن الروس كانوا دخلوا ووصلوا إلى يعني قلب الدولة الصينية، وضموا أراضي إلى روسيا، وبعدين قعدوا مع المفاوضين والدبلوماسيين الصينيين عشان يرسموا الخريطة، عشان يحطوا خطوط فاصلة. فالروس عزموا الدبلوماسيين الصينيين على كمية هائلة من الخمور، لغاية ما سكروا تماما الدبلوماسيين الصينيين، وهم أثناء السكر الشديد والثمالة الشديدة وهم في ثاملين تماما، وقعوا خط كده أو وضعوا خط للحدود بين الدولتين، فوجئت الحكومة الصينية بأن ممثليها وضعوا هذا الخط، وتم إعدام الدبلوماسيين السكارى بالكامل. لكن ده يبين مستوى الأداء، إن في احتلال من كام دولة، نفوذ أجنبي من كل مكان، حرب الأفيون، سكارى بيوقعوا خرائط بلادهم مع أطراف أخرى، بنتكلم على وضع صعب للغاية. حتى عام 1949 ده تاريخ فاصل، ماو تسي تونج الزعيم ماو زعيما للصين الشيوعية. الأمريكان ما اعترفوش بالصين، وقالوا الصين هي الجزيرة الصغيرة فرموزة أو تايوان، إن ديت الصين اللي لها مقعد في الأمم المتحدة، لكن الصين العملاقة دي كلها لم تعترف بيها أمريكا، وقالوا على الزعيم ماو تسي تونج وعلى قادة الحكم في الصين إن دول قطاع طرق. الصينيين أيام ماو كانوا علاقة قوية جدا جدا بالاتحاد السوفيتي أيام ستالين، يبقى أيام ماو وستالين في تحالف كبير جدا بين قوتين شيوعيتين عملاقتين، الصين والاتحاد السوفيتي. مات ستالين وماتت المودة بين الدولتين، والصين بدأت تدرك إن خروشوف ما هوش ستالين، وبدأ خروشوف نفسه بيقول مش عايزين نقدس ستالين، وعبادة الفرد انتهت وننتقد عصر ستالين. ماو اعتبر إن الكلام ده عليه، لأن هو أصلا عايش عبادة الفرد، الناس بتعبده في الصين، وهو زي ستالين وأكتر، وبالتالي أي نقد لستالين هو نقد للصين، واللي يقول لأ لعبادة الفرد في الاتحاد السوفيتي هو بيقول لأ لعبادة الفرد في الصين. فبدأ صراع صيني سوفيتي، وبدأ صراع بين الزعيم ماو وبين الزعيم خروشوف. جات أزمة الصواريخ الكوبية أوائل الستينات، وبعدين تراجعت
او تراجع الاتحاد السوفيتي، وخرشوف تراجع والحمد لله تم انقاذ العالم وقتها من حرب نوويه. انما الزعيم ماو بدا يتكلم بطريقه مش كويسه على السوفيت، وان هم انهزاميين، وان هم انسحقوا، وان هم فرطوا. طيب ما ممكن تحصل حرب نوويه. الرئيس ماو ما كانش عنده فكر كبير في هذا الاطار طبقا للبعض، منهم احد السفراء تحدث الى محطه روسيا اليوم في برنامج مهم عن هذه الفترة. ماو ما كانش قلق من أي حرب نووية. يعني تتخوفون بحرب نووية؟ تقع حرب نووية. وده أول زعيم في التاريخ لا يكترث بفكرة الحرب النووية. إن إيه يعني إيه اللي هيحصل؟ هيموت نص العالم؟ ما يموت نص العالم، النص التاني هيبقى انتصر على الرأسمالية. طبعًا أفكار تذهل إنها أفكار واتسي تونج. إن يقول لك نص العالم يموت، إيه يعني حرب نووية؟ بس يبقى هزمنا الرأسمالية، واللي بعد كده هيبقوا جايين في حقبة ما بعد الرأسمالية. وبالتالي كانت أفكار صادمة جدا للسوفييت إذا كان بيقولها موتسي تونج بجدية أو بيقولها بعدم جدية. وبدأ موتسي تونج يقول أنا خلاص بقى برجع الإمبراطورية الصينية، وفعلا طبعا ليه دور كبير جدا في إن هو يوحد الدولة الصينية، وقال إن هو في إطار ذلك في أراضي كانت بتاعت الصين أخذها الاتحاد السوفيتي فلازم ترجع، وفي قائمة مطالب لابد أن تتحقق. وده اللي خلى المارشال جريتشكو اللي هو كان وزير الدفاع السوفيتي يقول إن احنا ممكن نستخدم السلاح النووي ضد الصين. وده أول مرة الاتحاد السوفيتي يفكر إن يضرب الصين بالقنبلة النووية، وإن هو يدمر البرنامج النووي الصيني. لكن ده ما حصلش، لأن السوفييت كانوا شايفين إن ده هيكون كارثة على العالم. الزعيم ماو بدأ بقى خلاص يبعد ويعمل اشتراكية لوحده وشيوعية لوحده، وعمل حاجتين في منتهى الغرابة، حاجة اسمها القفزة الكبرى. وكانت قفزة كبرى فعلا بس إلى الوراء. القفزة دي مات فيها 20 مليون إنسان. بهدف إنه يعمل تقدم اقتصادي وتنمية ورخاء مات 20 مليون إنسان في هذه القفزة الكبرى. وبعدها قال لك الثورة الثقافية، وبدأ يشوف الطلاب والشباب الثوار اللي هم أنصاره عشان يتخلص من كل منافسيه ويصبح إلها للصين. فالرئيس ماو أطلق الثورة الثقافية، والشباب المنفعل خرج من كل مكان وبهدل الدنيا في الصين. خشوا على الموظفين في كل الإدارات يطلعوهم ويجروهم في الشوارع، بهدلوا كل الدولة الصينية والمؤسسات الصينية في حقبة الثورة الثقافية اللي هي فوضى كاملة، لكنها فوضى برعاية الرئيس موتسي تونج. وكان الطلاب بيدخلوا في جامعة بكين، أخذوا مرة رئيس الجامعة، وبعدين قطعوا صوابعه، وبعدين عبوه في كيس ورموه من الدور الثاني. فتخيل دولة فيها تقاليد عريقة وعظيمة جدا تصل فيها ما تسمى الثورة الثقافية إلى هذا الحد. انهيار كبير جدا حصل سواء في القفزة الكبرى أو في الثورة الثقافية. إنما التباعد بقى كبير جدا بين الاتحاد السوفيتي وبين الصين. والسوفيتي كان رأيهم إن الأمريكان عاقلين وفاهمين يعني إيه حرب نووية. إنما واتسي تونج عنده أفكار بدائية، منها إنه لو مات نص العالم مش مهم، المهم تنتصر الشيوعية. كأن اللي هيفضلوا هيكونوا أعداء للرأسمالية، أو أصلا هيفضل حد في العالم فيما بعد. في كل الأحوال الاتحاد السوفيتي بناء على ذلك فكر أنه يخوض حرب. وفي 69 كان في حرب حدود فعلا، ودي الحرب اللي فيها وزير الدفاع قال ممكن نضرب الصين بالقنبلة النووية. والصين وقتها اعتبرت أن الاتحاد السوفيتي العدو رقم واحد، والسوفيت اعتبروا الصين العدو رقم واحد، وبقى فيه تقارب سوفيتي أمريكي، وبقى فيه تقارب صيني أمريكي، وكل طرف بيستقوى بأمريكا على الطرف الآخر. هنا درس خطير جدا في التاريخ. إيديولوجيا واحدة، عقيدة سياسية واحدة، فكر واحد، مناضلين ثوار، نفس الأهداف المعلنة، ومع ذلك افترقت المصالح وافترقت الرؤى. وفيهم دولة فكرت تضرب الدولة التانية بالقنبلة النووية، والدولة التانية أكيد فكرت تضرب الدولة الأولى بالقنبلة النووية،
وان مفيش مشكله لو اي دوله انتهت او نص العالم انتهى، لما يبقى في الاخوه الاعداء، الايديولوجيا التي لا تمنع ابنائها من الصراع او الصدام او الحرب، انها مفارقه تاريخيه خطيره للغايه حين كان الاتحاد السوفيتي يعتبر الصين العدو رقم واحد، وحين كان ماو يقول ان الاتحاد السوفيتي عدونا الاول. في شرح وتوضيح ما ذهبنا اليه من تحليل هنشوف بعض مقاطع الفيديو. هنشوف في الاول بقى الزعيم ماو تسي تونغ اللي احنا قلنا ايه اللي حصل في الثوره الثقافيه وفي القفزه الكبرى، الا انه كان ليه شعبيه خارقه كبيره جدا، وكان هو نموذج لعباده الفرد، حيث كان الناس كل يوم ينحنون امام صوره الزعيم المؤله ماو تسي تونغ. مصر كانت حاضرة في هذا الصراع، كنا قريبين جدا من الصين، قريبين جدا من الاتحاد السوفيتي. خروشوف كان صديقا لمصر، وهذه مشاهد نادرة فيها الزعيم السوفيتي خروشوف يزور الرئيس جمال عبد الناصر في منزله. برنامج رحلة في الذاكرة، برنامج المتميز على قناة روسيا اليوم، عمل تقرير بقى عن الفترة اللي كان فيها صراع كبير جدا بين الغرب والصين، وتكالب فيه الغرب على الصين. من نفس البرنامج من روسيا اليوم برضه تقرير عن الصراع بين الصين والاتحاد السوفيتي. الآن تاريخ جديد، روسيا قريبة جدا من الصين، والصين قريبة جدا من روسيا، والزعيمان في كل فترة يلتقيان.